في عملية الحقيقة أنا بسميها عملية تقليب الأرض، إعادة كده تصدير وجوه جديدة، إعادة تقليب الأفكار، إعادة رسم خريطة مجتمعية للبلد من أول وجديد. دي العملية بتاعت اللقاءات المؤخرة اللي بيقوم بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهر الأخير، بداية من شباب البحث العلمي والمخترعين، ثم مرورا به شباب الصحفيين، ثم مرورا به شباب المبادرات، ثم وانتهاء به النهاردة بمجموعة الكتاب والأدباء اللي كان مميز في حضورهم هذه المرة أو في اللقاء هذه المرة، إنه هذه المجموعة كانت تضم بعض الكتاب والأقلام الشابة على غير العادة اللي كان كل لقاءات الأدباء والكتاب الكبار بيحضرها الناس الكبار وكل أصحاب الشعر الأبيض فقط لا غير. بعض الناس وصفت اللقاء النهاردة بأنه كان عملية تقليب للأرض، وكل الأفكار، كل الانتقادات، كل الاتهامات كانت موجودة في لقاء الرئيس النهاردة مع كتاب وأدباء مصر، وكان من ضمنهم زميلنا الكاتب والسيناريست والصديق محمد صلاح العزب. أهلا بك يا محمد، منور الصحافة اليوم. ربنا يخليك. أخبار اللقاء بتاع النهاردة إيه؟ هل رحت بإحساس وخرجت بإحساس تاني، أو رحت بتصور ورجعت بتصور تاني، ولا محمد صلاح العزب دخل اللقاء اللي هو استمر 6 ساعات أو 5 ساعات وخرج منه كما دخل؟ لا خالص، قبل غير بعد خالص. يعني وانت بره الموضوع بتبقى ممكن تبقى قلقان شويه، حاسس ان انت مش عارف طب ايه كده، لكن لما بتقعد وبتسمع الكلام وبتسمع الخطه وبتسمع الدنيا ماشيه ازاي، والراجل بيفتح لك قلبه بشكل واضح جدا وصريح، وبيقعد يكلمك في حاجات اشبه بالاسرار الحربيه، وبيفتح الدنيا كلها قدامك، قد ايه ده بيبقى مطمئن، وقد ايه بتحس ان في تواصل، وان فكره العزله اللي كانت طول الوقت موجوده قبل كده مش موجوده. يعني حتى انا اذكر ان كان اخر لقاءين، اللقاء بتاع مرسي واللقاء بتاع مبارك، اللقاءين الاخرانيين بالمثقفين، كان كل اللي خرج قال لك احنا ما حدش قال حاجه، احنا كنا قاعدين بنسمع بس. لكن النهارده كان على العكس تماما، يعني لو احنا قعدنا 5 ساعات تقريبا الرئيس اتكلم فيهم مثلا ساعه الا ربع او نص ساعه، والباقي كان كل الناس بتتكلم، كل حد بيتكلم بمنتهى الحريه. يعني ممكن اقول لك ان كان في نوع من الهجوم، نوع من المعاتبه، نوع من المحاسبه، نوع من ايضاح الصوره ان انت جاي باراده شعبيه وانت جاي والشعب ده كله وراك، والشعب ده مش هيسمح لك ولا احنا هنسمح لك تعمل حاجه غير اللي الشعب عايزه. هو شخصيا رد بان هو بيأكد على كده، فكان نوع من الحوار المتبادل كده، حبه هنا وحبه هنا، جلسه استماع يعني. خالص، وبالعكس يعني كان في اشتباكات وكان في حاجات، والراجل كان صدره رحب جدا، وكان مستمتع بالحديث، وكان طول الوقت بيحاول يؤكد على فكره ان هو مستمتع بالحديث. لقاء ادباء ومثقفين، بعض الناس تخيلوا انه مساحه الكلام عن السياسه والكلام هتكون اقل، لكن الحقيقه ان اكتر العناوين اللي طالعه من الجرايد والصحافة كلها عناوين ليها علاقة بالسياسة تحديدا، وملف المعتقلين وملف الحريات. هو اتكلم او في عنوان انه احنا رجعنا ملف المعتقلين مرتين وبنراجعه للمرة الثالثة. مظبوط. ايه نوع الاسئلة اللي خلينا نروح للاجابات السياسية دي؟ يعني ايه ابرز الاسئلة السياسية اللي اتسألت ليه الرئيس النهاردة في لقائه مع الادباء؟ هو بص، الرئيس اول ما دخل يعني اعمل اللقاء ما اتكلمش غير قال بسم الله الرحمن الرحيم بنرحب بيكم، والتقديمة العادية، وبعد كده ما اتكلمش خالص، وقال انا هبدا من ناحيتكم، هسمح له، هسيب لكم المجال ان انتوا تتكلموا وتسالوا وتتناقشوا. فالموضوع بدا الاول بديباجات وخطب المثقفين المعتاده، وبعد كده ايه فكت. بدا حد يشتبك، حد يسال سؤال، مش عارف ايه. في الاول كان الاتجاه كله بس مش ما عدناش كتير، الاتجاه كان ثقافي، وبعد كده لقينا ان مستحيل ان انت تناقش اي حاجه ثقافيه بمعزل عن التعليم، بمعزل عن الصحه، بمعزل عن الفلوس، بمعزل عن الاقتصاد. فالحديث ذو شجون، فبدات الكلام ياخدنا للموضوعات السياسيه، لان هو الانعكاس الاخير بتاعها، او الانعكاس اللي يعني كلها منعكسه في الاخر على الناحيه الثقافيه. فانت لو ما عندكش اقتصاد قوي وسياسه واضحه واعلام يعني ما فيهوش الحاجات اللي احنا بنشوفها، مش هيبقى عندك ثقافه قويه. فكان لازم نناقش كل المشكلات، لان هو ما فيش مشكله منفصله عن التانيه، كل مشكله بتصب في المشكله اللي بعديها. طب في الاهرام، الاهرام اختار عنوان مثلا بيقول الرئيس اصلاح تدريجي لمؤسسات الدوله لتحقيق اهداف الثوره. كلام الرئيس هنا على الاصلاح التدريجي، هل حاسس ان في نوع من الرد على كلام الاستاذ محمد حسين هيكل الخاص بانه الرئيس يحتاج الى ثوره على نفسه وعلى الاخرين وعلى المحاطين به وعلى الاجهزه؟ وهل اتكلم في الموضوع ده؟ هل كلمتوه في الموضوع ده؟ كلام انه الفساد والناس ولازم يبقى في ثوره، لازم في محاسبه؟
هو كان يعني الكلام كان صريح جدا وواضح من المثقفين، والاسئله كانت صريحه، وهو رده كان واضح جدا بصراحه. يعني هو قال انا معترف ان انا جيت وفي اعمده كتير جدا من اللي شايله الدوله فيها فساد وفيها نخر فيها السوس ومش عارف ايه. قال انا قدامي حل من اتنين، ان انا اهد كل الاعمده دي فالدوله تقع مره واحده، يا اما ابدا اعمل لها فكره الاصلاح التدريجي. ما اجيش مره، يعني انا عندي كذا كذا تحدي وكذا اتجاه وحاجات من بره وحاجات من جوه ومش عارف ايه، فكل ده لازم واحده واحده يتعمل، لكن كله مره واحده ده هيبقى ضدنا وضد الحاجات اللي احنا عايزينها. أبرز الأسئلة الخاصة بملف المعتقلين. هو كانت الأسئلة بتدور في فكرة إن قانون التظاهر، يعني ده كان طرحه تحديدا أستاذ إبراهيم عبد المجيد، قال إن قانون التظاهر بيعارض الدستور، وإن المفروض يبقى فيه مساحة حرية أكبر، والمعتقلين اللي جوه دول ما ينفعش يفضلوا جوه لأن ده إساءة لشكل النظام الحالي ولشكل الدولة الحالي. يعني الرئيس قال انا مش هسمح ان يبقى في حد مظلوم جوه السجن، وبنراجع الملف للمره الثالثه بحيث نشوف احنا نقدر نفرج عن مين، لكن قال في نفس الوقت انا في الحكايه دي ماشي على الشوك وماشي على الحبل، بحاول اعمل توازن ما بين ان ما يبقاش في حد. قال انا شخصيا حتى لو حد، مش هقول بريء، حتى لو حد مخطئ وخطأ بسيط انا موافق جدا ان نعمل عفو عنه او يبقى في تجاوز عن الخطأ ده. قال لكن في نفس الوقت احنا مش هنقدر يعني نشوف كل نوايا الناس، وفي مخططات ومصر تم يعني اختراقها في الفترة اللي فاتت بتاعت الإخوان ثقافيا وسياسيا وأمنيا، فأنا مش هسمح إن الدنيا تتهد تاني. يعني بعين الأديب والسيناريست دلوقتي بسألك، إيه السؤال أو إيه الأسئلة اللي حسيت فيها في ملامح الرئيس وهو بيسمعها بالانزعاج أو التوتر؟ يعني هو انا طول الوقت كنت بحاول اراقبه بالعين دي فعلا، يعني حتى حد تاني بيتكلم انا بحاول اشوف رد الفعل عامل ازاي. هو يعني كان الموضوع ما بيبانش ده خالص، هو كان الموضوع هادي جدا، كان اللي باين اكتر بكتير جدا التفكير، يعني هو بيفكر في كل كلمه. طول ما احنا كنا بنتكلم هو ماسك ورقه وقلم وقاعد يكتب، يعني تقريبا مثلا قطع من الاجنده اللي كان بيكتب فيها حوالي 20 ورقه اللي فيهم كل النقط وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها بحيث ان هو يسترشد بيها بعد كده. فما حسيتش بفكره الانزعاج دي قد ما حسيت بفكره ان هو في رغبه في ان هو يكتسب خبره من اراء تانيه ومن عقول تانيه، وفي اتجاه لان هو فعلا عاوز يشتغل. ايه الفرق ما بين اسئله الناس الكبار اللي بنقول عليهم الناس اللي حضروا مثلا لقاءات كتير لمبارك ثم حضروا مرسي، وايه الفرق ما بين الناس اللي هو الجيل الاصغر الجيل بتاعنا؟ هل حسيت بفرق في الاسئله، في طريقتها، في طرحها، في نوعها؟ يعني الشباب كان الموضوع اقرب شويه للشباب واقرب شويه للشارع. كان في كلام مثلا عن ضروره الدعايه للي بيعمله السيسي، يعني ان انت ما يعني انت بتقول كلام كويس جدا بس الناس اللي قاعده على الفيسبوك وتويتر دي ما تعرفش الكلام ده اصلا. طب ما هو لازم يكون في وسيله دعايه مهمه تبقى قادر تتواصل من خلالها مع الناس دي عشان يبقى الصوره واضحه قدامهم. فهو لو هيعترض او عايز يقول حاجه يبقى بيعترض على حاجه هو فاهمها وحاجه واضحه بالنسبه له، لكن فكره ان المعسكرين كل واحد في جهه ومفيش الدعايه دي او التواصل ده بينهم، ان ده هيبقى حتى هو الرئيس نفسه قال يعني دي رؤيه بالنسبه لنا جديده احنا ما كناش هناخد بالنا منها. وقال ان دي اهميه وفائده كان وجود الشباب في القعده. الاعلام كان حاضر في القعده بشكل سلبي ولا بشكل عن تطويره ولا بشكل عن انتقاده ولا برضه تحميله كل الحاجات اللي بتحصل؟ لا هو بص يعني هو ما كانش يعني الكلام عن الاعلام ما جاش منه هو شخصيا، الكلام عن الاعلام جه من اكتر من حد من اللي كانوا موجودين. فكره انفلات الفضائيات وان الفضائيات الخاصه معظمها بتصب لصالح رجال الاعمال وصالح فلوسهم والبيزنس بتاعهم وحاجات احنا ما نبقاش قادرين نحدد قوي هي لمصلحه البلد ولا ضدها. وان لازم يبقى في سيطره كامله على الفكره دي لان ما ينفعش التلفزيون بكل قنواته الخاصه داخل كل بيت. يعني الادباء والمثقفين النهارده طالبوا الرئيس بيبقى في سيطره كامله على الاعلام الخاص. يعني بعضهم عمل كده وبعضهم تمادى في ان هو يكون ملكي اكثر من الملك وطالب سيطره على الجرايد. يعني في حد النهارده مش هقول اسمه قال له يا ريس ده في جورنال رسمين فيه كاريكاتير على حضرتك. فهو كان قاعد بيبلغ. بصوا يا جماعه انا نفسي الحقيقه اعرف اسمه بس هعرف بعد الفاصل لانه انا احترم رغبه محمد بس علشان بس نعرف احنا بنروح فين ومين بيجيب ايه
عشان نعرف احنا بنروح فين ومين بيجيب ايه. ناس كتاب ومثقفين بعضهم كان بيتكلم النهارده على ضروره السيطره على الاعلام والحريات، واحد فيهم مستكتر ان في حد بيرسم كاريكاتير على الرئيس رغم ان هو كاريكاتير مش اكيد ضد الرئيس ولا اهانه فيه. ايه تاني بقى اقول؟ خلينا نقلب بقى، طلع الحاجات الحلوه دي. ايوه بس لكن الاتجاه العام كان كله مجمع على فكره ان احنا ما فيش اي حاجه ينفع نتكلم فيها ليها علاقه بالثقافه، وانت عندك نسبه الاميه مرتفعه، وانت عندك خريجين جامعات ما بيعرفوش يكتبوا اسمهم، وانت عندك مدرسين بيكتبوا الله بالتاء المربوطه. يعني كان لازم يبقى فيه. قال ايه هو في موضوع التعليم ده؟ يعني هو اتكلم بشكل ان مفيش اختلاف خالص على فكرة التعليم، لكن قعد يرصد الموضوع بضحك اقتصادية ان انتوا التعليم محتاج 40 مليار جنيه عشان نبدأ نتكلم في تطوير. ال 40 مليار جنيه مش متوفرين، وفي نفس الوقت حد يكلمه ان هو يهاجم الدروس الخصوصية او الحاجات اللي بالشكل ده. قال المدرس دلوقتي لابس هدوم شكلها غير لائق بياخد 200 و300 جنيه، و هي الناس دي كانت رايحه تحرض علينا على وعلى المدرسين ده على كل حاجه. وبياخد 200 300 جنيه وشايف ناس بتسرق ملايين ومليارات وكده، فانا ازاي هطالبه ان هو يقدم لي تعليم في منتهى الجوده ومش عارف ايه. فقال احنا الملفات كلها مطروحه ومفتوحه، واحنا مش سايبين حاجه وبادئين نشتغل فيها واحده واحده، لكن احنا كل الموضوع بقى لنا 6 شهور، فما فيش دنيا بتتخلق وبتتقلب وبتتعمل في 6 شهور. يعني نصبر مع بعض شويه، واديكم شايفين ان في كلام وفي نقاش وفي حركه وفي شغل. وده كان كلام مطمئن وكلام منطقي برضه. طب انت في العناوينك النهارده اللي كتبتها في اليوم السابع اخترت عناوين تقريبا مختلفه بره السياق بتاع الناس الثانيه كلها. اتكلمت على انه هو بيقول انا عندي استعداد الناس تحاكمني والناس تسجني، انا عاوز اخدم بس البلد، ان انا عندي استعداد اسيب الحكم في اي لحظه من اللحظات دي. ايه السياق اللي ورد في العناوين دي؟ هو كان بيحاول يأكد طول الوقت فكرة ان انا مش عايز اعمل زي ما كنا بنسمع عن الرؤساء السابقين نظام الرئيس فلان. هو قال انا مش عايز اعمل نظام السيسي، انا عايز اخدم مصر، انا مش عايز يبقى ليا حزب سياسي، انا عايز ابقى منتمي للمصريين. فقال انا دلوقتي بحكم هحاول اطور، قدرت اوصل ل40-50% انا هبقى راضي بيهم على اساس ان اللي هيجي بعدي يبني عليهم ويكمل عليهم، فبعد فترة نبقى قدرنا نوصل للنهضة والتطور المطلوب. فقال وانا اقسم بالله انا على استعداد تام ان انا لو البلد دي في مصلحتها ان انا اسيبها انا هسيبها في اي وقت. هسيبها بقى هتحاكموني هتعدموني هتحطوني في السجن، انا ما عنديش اي مشكله وكده، المهم ان انا حاولت ان انا اخدم بلدي. طب هل انت بنفسك طرحت اي نوع من انواع الاسئله مثلا او ملفات؟ هو الاسئله بشكل عام كانت بتدور في اطار الثقافه وتطويرها والحاجات المفصليه بتاعه الثقافه، أصول الثقافة، غياب الثقافة الجماهيرية، ميزانية الحاجات الثقافية اللي معظمها مثلا أو 9/10 ما بيروحش للثقافة، بيروح للموظفين اللي قاعدين بيعملوا تريكو واللي قاعدة بتقمع بامية والجو ده. فكان الاتجاه كله ماشي في ده سواء من الشباب أو من الكبار. دايما الرئيس في لقاءاته الأخيرة كان لما الناس بتطلب طلب معين وليكن مثلا الثقافة والكلام ده يقول لهم ما تعملوا مشروع وهاتهولي او اعملوا تصور وهاتهولي. هل ده حصل النهارده؟ ده حصل جدا. في ايه بقى بالظبط؟ هو قال لنا يعني ان القعده دي المفاد النهائي بتاعها، لو عايزين القعده دي تتكرر كل اسبوع انا موافق وهقعد معاكم كل اسبوع، بس بشرط ان انتوا تجتمعوا تاني، انتوا لو عايزين تزودوا عدد تاني قدكم مره 2-3-4 اقعدوا كلكم قدموا لي تصور واضح لفكره النهوض بالثقافه، وفكره ان ازاي نقدر نرجع القوى الناعمه المصريه للوضع اللي كانت عليه في الايام المزدهره بتاعتها يعني. فهو يعني ساب الموضوع لان اهل الاختصاص هم اللي. طيب هل اهل الاختصاص دول بعد ما خلصوا مثلا اتفقوا على اليه واضحه علشان هم اهل الاختصاص دول بعد ما خلصوا اتصوروا مع الرئيس وكل واحد راح في حته، لكن مفيش وما حصلش اي نوع من تواصل ان الناس تقعد مع بعض علشان تعمل لا التصور؟ لا بس اعتقد ان كان الظرف نفسه مش مناسب والناس اتفرقت بشكل يعني مش منظم. هل تتوقع انه يحصل الاتصال ده ولا اعتقد ولا إن احنا اتعودنا على الناس بتروح تزور الرئيس تسمع كلمتين وتمشي؟ لا اعتقد ان هو هيحصل، واعتقد ان الشباب تحديدا عندهم الحماس لفكره اذا ده ما حصلش من الكبار ان احنا اللي هنبادر. لا لا خالص، احنا هنبادر وهنتصل بيهم وهنحاول
نجمع الدنيا تاني، لان مشكله المثقفين الاساسيه ان كل واحد فيهم عايش في وادي. صحيح. فلو حصل يعني خلافاتهم مع بعض اكبر من خلافاتنا. اه بالظبط. فلو حصلت فكره التجميع دي والناس ركنت شويه او رمت ورا ظهرها الحاجات الشخصيه، اعتقد ان ممكن يطلع حاجه كويسه. طب بص، خليني بقى اطلع محمد صالح العزب اللي جواك وسيب الكلام ده كله باخر سؤالين. ايه اكتر سؤال اتسال النهارده وكان مستفز بالنسبه لك، اللي هو انت كان نفسك تقول عليه افيه ومسكت نفسك بالعافيه؟ هو انا كان مستفزني جدا الناس اللي بتتكلم على الحاجات اللي ضد الحريات. يعني انت راجل مثقف رايح تقعد مع الرئيس عشان تطالب اول حاجه الف ب بالحريات. قول لي كم واحد، يعني ما تبلاش اسماء، قول لي كم واحد، كم سؤال في الاتجاه ده؟ يعني كان في حد بشكل واضح وكان في حد تاني ايه يعني بيحاول يلطف الموضوع شويه. يعني اتنين من عدد كام مثلا؟ من 20. اتنين من 20 مقبوله. بس مش مقبوله لو هم اتنين اداباء وكتاب ومفكرين. ايه السؤال اللي انت حسيته كان فيه كميه من التطبيل، غير او الكلمه اللي حسيت فيها كميه من التطبيل ما كنتش تحب تسمعها يعني؟ هو في حد في الاخر في حد في الاخر قال له يا ريس حضرتك بتطلع سفريات كتير ومصر كلها متجسده فيك، فانت لازم تحافظ على نفسك ولازم تخلي بالك من نفسك لان يعني انت في خطر واحنا في خطر. وطبعا ما بيردش على الكلام ده، بيبتسم ويز انه كان في جو غنائي شويه في الموضوع. بس ربما يكون طالع بمشاعر حقيقيه، يعني مش ما اقدرش احكم على اللي جوه اللي احنا مش بنحكم يعني. بس يعني الظرف بيستحمل حاجات تانية غير دي يعني، حتى بس مشاعر الحب الحقيقيه خليها، بس الظرف بيستحمل حاجات تانية او يحتاج حاجات تانية، خصوصا ان هو جاي علشان يسمع الحاجات التانية. يعني بص هقول لك، هو الحاجات التانية كانت خلصت، ده الكلام ده واحنا بنقوم، بس حسيته يعني اللي هو التزييل، التزييل اللي ملوش كان ممكن ما يبقاش موجود يعني. طيب تقييمك ايه للقاء كده بشكل سريع، ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي جدا 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 لو حصل اللينك من الناحيه الثانيه، يعني هو الراجل خلاص رمى الكوره في ملعب الناس، خلاص ما فيش اي حاجه، يعني انت اشتغل بقى، انا مش مثقف ومش بتاع ثقافه، انا راجل رئيس جمهوريه، انتوا بتوع الثقافه شوفوا عايزين تطوروا الثقافه دي ازاي، وانا هنفذ من غير ما ابص، يعني انتوا حطوا لي السياسه وانا هنفذ مباشره. لو الطرف الثاني عمل ده واشتغل وعمل اللي عليه هتبقى مثمره جدا، ما حصلش كده ويعني مش عايز اقول لك، مش عايز ابقى متشائم. نتمنى العكس. وبشكرك جدا على وجودك معايا الكاتب والسيناريست والصديق محمد صلاح العزب، كالعاده للمره الثالثه او الرابعه في اقل من شهر او من شهرين الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي الكره في ملعب ضيوفه، يدعوهم للمشاركه، يدعوهم الى الاندماج، يدعوهم الى العمل على مشروعات وتصورات واضحه، ربما لكي يحصل على تصور جديد، أو زي ما بنقول لكي تستمر عملية تقليب الأرض والوجوه الجديدة، أو ربما لأن هذا الرجل يختبر الجميع ويريد أن يعرف من يتكلم ومن يعمل مثلما حدث من قبل مع الأحزاب السياسية ومع الجمعية التأسيسية. احذروا هذا الفخ. بكرة إن شاء الله هيكون لكم لقاء متجدد مع زميلتنا سارة حازم في الصحافة اليوم. أنا بستأذن حضراتكم في أجازة سفر أو أجازة عمل لتغطية رحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصين، يكون لنا إن شاء الله لقاءات تليفونية إن شاء الله من هناك في الصحافة اليوم وعلى باقي اليوم في قناة البهار اليوم، تغطية خاصة من رحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصين. أشوفكم إن شاء الله على خير بعد ما نرجع. بكرة إن شاء الله يكون لكم حلقة مع سارة حازم. صباح على خير. We'll be right back.